نتكلم على 42 بطولة زي ما قلت لحضراتكم. الإنجاز ده بيحسب لسبع رؤساء تولوا مسؤولية النادي الأهلي على مدار سنين طويلة جدا. طبعا احنا بنتكلم على بطولة يمكن تكون الأهم في الكرة المصرية، اتحققت البطولات دي في عهد سبع رؤساء ورئيس واحد مؤقت. البطولة اللي بدأت تحديدا موسم 48-49 كان بيرأس مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت ده أحمد عبود باشا، وفاز الأهلي في فترة رئاسته أو ولايته بعشر بطولات للدوري، منها تسعة متتالية. وإحنا اتكلمنا على الأرقام المتتالية إنه الأكثر مرة الأهلي فاز بعدد بطولات دوري بشكل متتالي كان تسع مرات، رقم قياسي لم يتم كسره حتى يومنا هذا. في موسم 61-62 فاز الأهلي بالدوري للمرة الـ 11، وده كان في عهد مجلس الرئيس المؤقت السيد محمد توفيق خشبة اللي تولى الرئاسة مؤقتا بعد استقالة أحمد عبود باشا. وفي السبعينيات كمان يا أحمد حقق الأهلي الفوز باللقب خمس مرات في عهد مجلس الفريق عبد المحسن كامل مرتجي، وده واللي شارك مجلس الكابتن طبعا صالح سليم في تحقيق لقب موسم 80-81. وفي عهد مجلس الكابتن صالح سليم فاز الأهلي باللقب 11 مرة، منها أربع مرات في الثمانينات وسبع مرات في التسعينيات، وفاز الأهلي باللقب مرة واحدة في عهد مجلس الكابتن محمد عبده صالح الوحش. موسم 88-89 كمان في عهد مجلس الكابتن حسن حمدي فاز الأهلي بالدوري سبع مرات، وفاز به موسم تاني مشاركة مع مجلس المهندس طبعا محمود طاهر موسم 2013-2014. الأهلي الحقيقة حقق الفوز بالدوري مرتين مع المهندس محمود طاهر في موسم 2015-2016 و2016-2017، وفاز كمان به موسم تاني مشاركة مع مجلس الكابتن محمود الخطيب 2017-2018. في عهد طبعا كابتن محمود الخطيب الاهلي فاز بالدوري مرتين 2018-2019 والسنه دي 2019-2020، ويتقاسم بقى مجلس كابتن محمود طاهر والمهندس محمود طاهر وكابتن محمود الخطيب الخمس بطولات المتتاليه اللي احنا بنتكلم عليهم، واللي نتمنى ان احنا يزيدوا في السنين الجايه نكسر رقمنا القياسي اللي هم تسعة متتاليه، يبقى ان شاء الله باذن الله على ايد الجيل الحالي من اللاعبين. حقيقه يمكن اجيال ورا اجيال مفيش حد يعني شارك مع النادي الاهلي ما فاز ببطوله. كابتن سيد عبد الحفيظ كنا بنتكلم معاه امبارح يا ساره، كابتن سيد عبد الحفيظ لوحده هنتكلم كلاعب فاز ب 13 بطوله وكاداري فاز ب 17 بطوله، يعني رصيده من الانجازات بالظبط كده، بالظبط الوصيف بالظبط كده. بنتكلم على انجاز شخصي اتحقق مع ارتباطه بكيان النادي الاهلي في 30 بطوله، ده رقم قياسي اعتقد صعب جدا على اي رياضي ان هو يحققه الا لو كان مرتبط بكيان كبير الحقيقه زي النادي الاهلي.